وصل فريق من المراقبين الدوليين إلى مدينة طرابلس الليبية للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة، خطوة تأتي قبل أيام من انعقاد جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة ليبية جديدة. ليبيا ماضية على طريق تحقيق الاستقرار المنشود، مسعى من الصعب تحقيقه ما لم يتم التخلص من آخر حجر عثرة يعرقل العملية السياسية في البلاد. فبالرغم من التطورات الإيجابية التي عرفها المشهد السياسي الليبي خلال الأيام الأخيرة، يبقى ملف الميليشيات والمرتزقة التحدي الأبرز خلال المرحلة القادمة. وعلى هذا الأساس وصلت طليعة فريق مراقبين دوليين إلى العاصمة طرابلس. الفريق التابع للأمم المتحدة يضم نحو 10 أشخاص. من المقرر أن يقوموا بزيارة مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى مدينتي مصراتة وبنغازي. وستكون مهمتهم الأساسية التحقق من تنفيذ إطلاق النار المطبق منذ أشهر، الأمر الذي يحتم انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. ولهذا الغرض ستحضر هذه البعثة طوال 5 أسابيع لعملية نشر مراقبين في ليبيا لاحقاً، مراقبون أمميون يتم إرسالهم إلى ليبيا في إطار آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد. وبحسب مصادر دبلوماسية ستقدم البعثة تقريراً عن الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن في 19 من مارس الجاري. وسبق أن كشفت الأمم المتحدة مطلع ديسمبر الماضي عن وجود 20,000 من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، كما أشارت إلى وجود 10 قواعد عسكرية في ليبيا تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة. وبالتالي فإن طرد هذه العناصر خطوة أساسية لتعبيد الطريق أمام الحكومة الجديدة لتمكينها من أداء مهامها، ومن ثم تهيئة أرضية ملائمة لإجراء الانتخابات العامة المزمع عقدها أواخر ديسمبر المقبل. وينضم إلينا من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور جبريل العبيدي. دكتور جبريل، مرحبا بك معنا. إذن الآن وقد يعني وصلت طلائع هذه البعثة أو اللجنة، ما المتوقع أو المرتقب منها؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني ليبيا الآن تمر بمرحلة جديدة، وهي مرحلة بداية الاستقرار، سواء من خلال المسار السياسي وتشكيل الحكومة أو من خلال المسار العسكري. وبالنسبة للمراقبين الدوليين، يعني هي ليست قوة دولية حتى لا يلتبس الأمر على المشاهدين، هي مجموعة مراقبين مدنيين تم في خلال لجنة 5+5 من العسكريين الليبيين، هم من اقترح هذا البند بأن يكون هناك مراقبين من الدول الغير متدخلة في الصراع الليبي، وبالتالي لتشرف على عمليات وقف إطلاق النار. وأيضا ستكون مفيدة هذه دور هؤلاء المراقبين في تنفيذ خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بشكل سريع وشكل صحيح. ولكن هذا سيكون لاحقا، الآن نتحدث عن طليعة فريق المراقبين من 10 أشخاص فقط على أن يقدموا تقرير لمجلس الأمن من هنا إلى 5 أسابيع عن طبيعة ربما البعثة وتوسيع أو ربما تطوير مهامها، وكذلك فريق المراقبين وكيف يجب أن يكون حاليا مع من يجب خلال الفترة المقبلة ل5 أسابيع وزيارة مختلف المناطق الليبية بدءا من سرت الآن، مع من سيتم التنسيق؟ وفق اتفاق العسكريين الليبيين في 5+5 سيكون المراقبين الدوليين تحت إشراف هذه اللجنة العسكرية المشتركة من الطرفين، فبالتالي سيكون أغلب تنقلاتهم وأغلب لقاءاتهم من خلال هذه اللجنة ومن خلال إشراف هذه اللجنة بشكل مباشر يعني. طيب، عندما نتحدث عن لجنة المراقبين كهدف محدد حاليا، سواء من لجنة 5+5 أو حتى كمقترح من الأمين العام للأمم المتحدة، نتحدث عن ربما فريق أو بعثة، ربما أنت أشرت إلى العدد من الدول الأوروبية وكذلك ممثلة بالجامعة العربية أيضا، إلى غاية الآن لا نعرف عددها
بالتدقيق أو أي صلاحيات لها. ما هو المطلوب بالنسبة للمرحلة المقبلة لتثبيت وقف إطلاق النار وأيضا معالجة مسألة السلاح والمسلحين والمرتزقة؟ هل سيكون لهذه البعثة برأيك أي تأثير على الأرض خاصة إذا كانت غير مسلحة؟ لا لا بالتأكيد، يعني دور المراقب يختلف عن دور أي عن دور القوات أو القبعات الزرقاء، فبالتالي هناك اختلاف يعني في التعريف. فهذه هؤلاء المراقبين هم بالأصل مدنيين، لن يحملوا أي قطعة سلاح، هم مجرد فقط يراقبون بآلية ومن خلال آلية معينة ومحددة، وبالتالي هم العشرة الذين وصلوا الآن سيقومون بعملية تقييم الموقف، يعني سيكون كم سيحتاجون من الوقت، كم سيحتاجون من عدد المراقبين، المناطق التي يجب مراقبة وقف إطلاق النار فيها، القوات التي يجب إخراجها، الآلية التي يتم بها إخراج هذه القوات والمقاتلين الأجانب. فبالتالي هذه ستحكمها زيارة العشرة الأوائل الذين جاءوا ووصلوا فعلا إلى طرابلس، سيزورون أكثر من منطقة وهم سيقدمون تقرير لاحتياجاتهم كمراقبين لوقف إطلاق النار. طيب في هذه المرحلة بالنسبة للأطراف الليبية هناك إيجابية. تصور معين بعيدا عن الأطراف الليبية أعتقد تصورها كان نعم الأطراف الليبية تصورها واضح من خلال اللجنة المتفق عليها، لجنة 5+5 من العسكريين، هم الذين أول من قدم الاقتراح قبل أن يقدموا الأمين العام غوتيرس، كانت مبادرة من لجنة 5+5 بأن يكون هناك مراقبين دوليين من غير الدول المتدخلة في الصراع، ثم جاء بيان السيد الأمين العام وطالب بوجود مراقبين دوليين. فبالتالي هي انعكاسة لمطلب داخلي قبل أن يكون مطلب خارجي، ولكن كانت التشديد على أن لا تكون قوات دولية، هذه هي العملية الأساسية كانت في هذا الإطار، وبالتالي هي تعتبر خطوة إيجابية لتطمين جميع الأطراف، لطمأنة جميع الأطراف بأن سيكون هناك خروج فعلي للقوات الأجنبية والمرتزقة، أيضا عودة القواعد الليبية إلى الليبيين وخروج النفوذ الأجنبي أو التدخل الأجنبي داخل الأراضي الليبية. ففي اعتقادي لا أحد يرفض، من لديه إرادة وطنية، أن يرفض مثل هذه النتائج التي ستضفي عليها وجود المراقبين الدوليين داخل ليبيا. طيب ولكن بالنظر لتجارب مراقبين دوليين أو حتى القوات الدولية، بصرف النظر عن الفروقات، تجارب الأمم المتحدة في الصراعات والنزاعات لم تكن ذات جدوى حقيقة دكتور جبريل في حال ما انزلقت الأمور، خاصة عندما تكون صلاحياتها محدودة بطبيعة الحال واختلافات في الرؤى بالنسبة للقوى الدولية. ما هي الضمانات في الملف الليبي الآن؟ حقيقة لا يوجد ضمانات في أي مكان في العالم، ولكن في اعتقادي أن المسار السياسي والمسار العسكري والتوافقات والتفاهمات في ليبيا الآن التي انتقلت من الحوار بالسلاح إلى الحوار السياسي، انتقلت إلى بدل من المعارك بالسلاح إلى المعارك السياسية والانتخابية، نحن يعني ننظر إلى عملية سياسية تتبلور داخل ليبيا، نحن يعني على مشارف أسبوع من إقرار حكومة وحدة وطنية، هناك تفاهمات، هناك زيارات، يعني هناك نتائج على الأرض سياسيا مطمئنة، وهناك شبه توافق، لا نقول توافق تام، ولكن على الأقل توافق بدرجة كبيرة، مما يشجع بأنه سيكون هناك نجاح لهذه البعثة أو لهؤلاء المراقبين. ولكن مش مسألة الأسلحة وقف إطلاق والمسلحين والمرتزقة على الخصوص لا تزال مشكلة وتحدي قائم إلى غاية الآن دكتور جبريل، خاصة في ظل الدول الداعمة والدول، خاصة دعنا نسمي الأسماء بمسمياتها، تركيا التي لا تزال ترسل إلى غاية يومنا هذا الأسلحة والمرتزقة. نعم هذا صحيح، ولكن في اعتقادي أن صمود وقف إطلاق النار لهذه المدة الطويلة الآن في اعتقادي هذا مشجع على أن الأزمة نحو الانفراج. أيضا نحن الآن أمام
سياسة جديدة لدى الأتراك، وخاصة عند التقارب الذي تجريه الآن مع مصر وتجريه مع تركيا ومع اليونان ومع كذلك مع فرنسا. ففي اعتقادي أن الضغط الأمريكي والإدارة الأمريكية الجديدة على تركيا ستدفعها إلى تغيير سياستها في المنطقة وإخراج المرتزقة الذين دفعت بهم كعملية ابتزاز ومحاولة جعل ليبيا حاضنة تركية أو ولاية تركية ضمن الأستانة. ولكن في اعتقادي أن هذا المشروع أو عودة العثمانية الثانية للسيد أردوغان تلاشت الآن، وأصبح من الصعب العودة إلى هذا المشروع. ففي اعتقادي الضغوط الأمريكية والإدارة الجديدة وموقفها وموقف الرئيس الأمريكي بايدن شخصيا من أردوغان في اعتقادي سيدفعه إلى تراجعات وخطوات إلى الوراء كثيرة. باختصار لو سمحت دكتور، يعني وجود المراقبين الدوليين كيف من شأنه أن يدعم مساعي وربما التحديات المطروحة حاليا أمام السلطة الانتقالية؟ نعم، وجود المراقبين الدوليين قد يساعد السلطة الجديدة في كون أن تثبيت وقف إطلاق النار، الإشراف على بدء خروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، فبالتالي في هذا سيضفي على نوع من الاستقرار أو من قدرة الاستقرار. نعم. لهذه الحكومة الوليدة الجديدة سيضفي عليها نوع من الاستقرار. نعم، شكرا جزيلا لك من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور جبريل لابيد.